السلام عليكم ورحمة الله إخواني، تقبل الله طاعاتكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في أعماركم أينما كنتم. إذا كنتم في الأماكن المقدسة، في المدن المقدسة، إذا كنتم في مكة أو في المدينة المنورة أو في النجف الأشرف أو في كربلاء الحسين أو في الكاظمية أو في مشهد المقدسة أو في دمشق وفي الأماكن المقدسة، لا تنسونا من الدعاء، لأن فعلا احنا محتاجين إلى دعاء المؤمنين. كذلك أقول أنكم حافظوا على نفسكم، خصوصا هذه الأيام أجواء جدا باردة، وما يعني اللي ودي أقول أن كثير من الناس لا يعلمون هذه المعلومة، أن قد تكون أنت حامل لفيروس كورونا، ولكن لأنك قوي ولأن جسمك ما شاء الله فيه العافية لا يبين عليك. كثير من الناس، يمكن أنا حاليا أحمل، أنا ما أدري عن نفسي، ولهذا احموا نفسكم، البسوا ملابس كثيرة حتى لا تمرضون، يعني حتى لا تأخذون الفيروس العادي، فيروس الأنفلونزا، لأن إذا أخذتوا فيروس أنفلونزا يبين عليكم في الحالة فيروس الكورونا. فحافظوا على صحتكم، أسأل الله تعالى أن يحفظكم. اليوم كان ودي أتكلم في موضوع راح أقول لكم الموضوع شنو، لكن أبدأ بهذه الطريقة. شلون أبدأ؟ شوفوا أخواني، إحنا كلنا نخاف من نار جهنم، وكلنا نعمل ونعبد الله ونعمل الكثير من الصالحات طمعا في الجنة، بكل صراحة، هاي حقيقة. يعني خو لا أنا علي بن أبي طالب ولا أنتوا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي كان يقول: إلهي عبدتك، إلهي لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا علي بن أبي طالب كان يقول، أنا وأنت لا، بكل صراحة يعني، بكل صراحة إحنا يعني خايفين من نار جهنم ونعمل الصالحات طمعا في الجنة، صحيح لو لا؟ نعم، طالما طمعا في الجنة خلوني أقول لكم أسهل طريقة للدخول إلى الجنة والعيش مع محمد وآل محمد. أسهل طريقة لدخول الجنة الصدقة. نعم، الصدقة أفضل طريقة. أنا لا أريد أن أنكر بقية العبادات مثل الصلاة والصوم وبقية العبادات، لا، كل شيء في مكانه، لكن الطريقة المضمونة والأسرع الصدقة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضمن لك هذا الشيء، يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى إصبعيه الشريفتين، قال: كهاتين في الجنة، كهاتين هيتشيتشي. الرواية تقول، يعني أنا قاعد أقول لك رسول الله ضمن لك، شو تريد بعد؟ ضمن لك، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، اكفل يتيم، ساعد يتيم وتشلب بي يوم القيامة. قول له: مو أنت اللي قلت أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ يلا اشفع لي. هاي أولا. ثانيا، عندي دليل من القرآن الكريم. في القرآن الكريم هناك آية في سورة المنافقون، نهاية سورة المنافقون، في نهاية السورة الآية الكريمة تقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يعني الشخص الميت يقول شنو يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخ لو مأخرني شوية، إيه شو تسوي إذا مأخرك؟ لو أخرتني إلى أجل قريب لأصدق
وأكون من الصالحين. يقول له أنت مأخرني شوية كان على الأقل أتصدق. طيب أنا هسه أريد أسألكم، الشخص الذي يتمنى في آخر لحظات حياته يتمنى غير هذه الأمنية تكون من أفهم ومن أصدق الأمنيات؟ لو كان هناك عمل أفضل من الصدقة لتمناها هذا الشخص، هذا الشخص الميت ما قال لو أنت مأخرني كان صليت لي ركعتين، ما قال لو أنت مأخرني كان أنا سويت العمل الفلاني، قال لا أصدق، قال لا أصدق. إذن الصدقة أهم عمل، لدرجة أن الشخص الذي على وشك الموت أو مات يتمنى أن يرجع ثانية واحدة إلى الدنيا حتى يتصدق. ما أدري الحين الفكرة واضحة لو لا، عرفتوا إيش كثر الصدقة مهمة؟ الصدقة ومساعدة الأيتام ومساعدة الفقراء وتبني الأيتام مهمة جدا. هناك الكثير من المؤسسات الخيرية في أنحاء العالم، منتشرة في أنحاء العالم. أنا لا أريد أتكلم عن أي مؤسسة ولا أريد أتكلم ضد أي مؤسسة، ولكن كلهم فيهم الخير والبركة. مؤسسات خيرية كثيرة منتشرة في العراق، في إيران، سوريا، لبنان، في اليمن، في باكستان، في الهند، بنغلاديش، في تنزانيا. أنا رحت بعيني شفت هناك مؤسسة اسمها بلال، مؤسسة بلال. طبعا مؤسس هذه المؤسسة الخيرية هو المرجع الحكيم رحمة الله عليه، وين يعني قبل 70 سنة يمكن، مؤسس هذه المؤسسة الخيرية. وهذه المؤسسة الخيرية حاليا في أفريقيا، في قارة الأفريقية، يمتلكون أتوقع ذيك المرة قالوا لي 75 فرع عندهم مساعدات للفقراء. إحدى هذه المؤسسات الخيرية الرائعة المنتشرة بقوة في العالم مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. أنا شخصيا، أنا نزار القطري، أتشرف أني أعمل في هذه المؤسسة. أنا حاليا أعمل في هذه المؤسسة الخيرية اللي هي فرع لندن. أتشرف أني أخدم في هذه المؤسسة الخيرية أينما تكون هذه المؤسسة في أي بلد. وأتذكر أن قبل 3 سنوات زرت فرع بغداد، مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية فرع بغداد، ورأيت بأم عيني كيف أنهم يساعدون الأيتام والفقراء والمساكين بطريقة رائعة جدا. يعني أنا شفت بعيني إنهم مسوين لهم سوبر ماركت، حتى هذا الفقير لا يحس إن أكو فرق بينه وبين الباقي، لا لا، يدخل بالسوبر ماركت ويشتري بنفسه، عاجبة هاي النوعية، ما عجبته النوعية من مثلا معجون الطماطم يروح يشتري نوع ثاني. كذلك محل الملابس، كانوا مسوين محل ملابس خاص للأطفال، حتى هاي البنت اليتيمة أو الفقيرة لما تدخل إلى هذا المحل لا ترى فرقا بينها وبين بقية البنات. البنات يدخلون المحلات ويختارون اللي يردون. هذه المؤسسة عملت لهم محل كبير للملابس يشبه محلات بيع الملابس. اليتيمة أو اليتيم أو الفقيرة أو الفقير يدخل في هذا المحل ويختار الملابس بنفسه، وإذا ما عجبه عادي يرجع، يبدل، يأخذ أوسع، يأخذ أطول، يأخذ أصغر. أنا مثل ما قلت لكم أعمل في مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. خلوني أراويكم شغلة، ولو أنه الجو بارد راح أطلع من السيارة شوية. عندنا إحنا في لندن، في مؤسسة العين فرع لندن، أقلب لكم الكاميرا حتى هي هذه العلب، هذه هي العلب الخاصة بالصدقات، علبة الصدقات الخاصة بمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. خلوني أخليها على السيارة حتى الصورة تكون واضحة. هذه هي علبة الصدقات، مؤسسة العين
للرعاية الاجتماعية. توزع هذه العلب على العوائل، على المحلات كذلك، يعني نخليها بالمحلات نخليها أو نوزعها على العوائل وهم يتصدقون، ثم هذه الأموال تذهب إلى المحتاجين، لا أقول في أي بلد، إلى المحتاجين. نعطيهم هدايا أحيانا المتصدقين اللي يتبر أو المتبرعين، نعطيهم هدايا. خلوني أقلب الكاميرا مرة ثانية، هاي هي مثلا الهدايا اللي احنا نعطي للمؤسسة، تعطي للمتبرعين اللي يتبرع من حقه أنه يفتخر. اي نعم، كذلك هذه هدايا أكياس عليها شعار مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية، منها الأكياس الكبيرة ومنها الأكياس الصغيرة، أكياس جميلة جدا، أكياس جميلة جدا، تعطى كهدايا للمتبرعين حتى يتذكرون دائما أعمالهم الخيرية. أرجع وأقول إخواني إن النفس أحيانا تحتاج إلى الراحة. أنا عن نفسي أشوف أحيانا الراحة هي أنك تتصدق، تتصدق حتى لو دولار واحد. لما تتصدق بهذا المبلغ ولو أنه قليل، لكن تشعر بالراحة. أنت بالصدقة نعم سويت خير، أنا ما أقول لا، ولكن لا تعتقد أنك أنقذت شخص، لا، أنت أنقذت نفسك. أنت تصدقت ببعض من مالك لفقير، لفقيرة، ليتيم، ليتيمة، لا، ولكن في الحقيقة أنت أنقذت نفسك، أنقذت نفسك من الكثير من الأهوال. الله سبحانه وتعالى لعله كان كاتبا لك مثلا سيناريو معين في معيشتك، ولكن بسبب الصدقة أنت أنقذت نفسك وغيرت المسار، غيرت القضاء والقدر. نعم نعم، أنا مصر وأعيد وأقول القضاء والقدر اللي الله سبحانه وتعالى كاتبه بالإمكان تغييره. كلكم تعرفون أن الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، ما بالك الصدقة؟ الصدقة تغير لك مجرى حياتك. أنت لما تتصدق بدولار واحد تحس بالراحة النفسية، وأنقذت نفسك من الكثير من الأهوال، وأنقذت إنسانا آخرا كذلك، وأشبعته وكسوته. إخواني يعني حبيت أسوي هذا الفيديو بس حتى أبين مدى أهمية الصدقة، الصدقة في بلدانكم. أكيد أكيد في مدنكم وفي دولكم هناك الكثير من المؤسسات الخيرية التي شغلها مساعدة الفقراء والأيتام. اهتموا بهم، ساعدوهم. إذا أنتوا فقدتم الثقة في هذه المؤسسات ما يخالف، شوف لك أنت بنفسك يتيم، شوف لك أنت بنفسك فقير، وإذا كان أكو فقير من أهلك ومن ذويك، هؤلاء أولى أنك تساعدهم. في هالحالة أنت ضربت عصفورين بحجر، أولا ساعدت فقيرا، ثم سويت صلة رحم، يعني صلت رحما، خصوصا من أرحامك. إذا تعرف فقير أو فقيرة هم أولى أنك تساعدهم. بارك الله فيك عزيزي وعزيزتي المتصدقين والمتبرعين للأيتام والفقراء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الدين والمذهب، وأسأل الله تعالى أن يطيل في أعماركم. اهتموا بنفسكم، الجو جدا بارد وبدأ يبرد أكثر، وفي هذه الأجواء المتقلبة بين البرد والحر هناك الكثير من الفيروسات النشطة التي قد تضر بأبداننا. خادمكم نزار القطري، أسأل الله تعالى أن يحفظكم، وفي أمان الله.